قصتنا اليوم عن شاب وأباه العجوز، همسة للجميع. سيرحلون يوما ما بأمر ربنا، فتقربوا لهم قبل أن تفقدوهم، وإن كانوا رحلوا فدعوا وترحموا لهم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أرجو لكم رحلة سمعية ممتعة. أخذ شاب أباه العجوز لمطعم فاخر لتناول الطعام، وكان الأب كبير في السن ويرتجف، وبدأ يأكل والطعام يتناثر على ملابسه وعلى الأرض. وقد لفت هذا انتباه جميع الزبائن الجالسين في المطعم. الشاب بقى هادئاً إلى أن أكمل والده الطعام، ومن ثم أخذه إلى المغاسل وقام بغسل يديه وفمه ووجهه، ثم عاد إلى المكان الذي كان والده جالساً فيه وقام بتنظيفه بكل هدوء، وجميع من في المطعم ينظر إليه. بعدها قام الشاب بدفع فاتورة الطعام، وهم بالخروج فنادى عليه رجل وقال له: أيها الشاب، هل تعلم ماذا تركت في المطعم؟ فقال الشاب: لا، لم أترك شيء. فقال الرجل والدموع في عينيه: لقد تركت لنا درسا بليغا عن البر يا سيدي. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من البارين بوالديهم، وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الرحلة السمعية من قناة ساوند كيوب هدى كربوج. أرجو تفعيل الاشتراك والجرس لمتابعة كل جديد.